نظمت شبكة مدارس الكرك والمرج احتفالا بعيد الاستقلال بمشاركة 13 مدرسة وبحضور مديرة تربية قصبة الكرك الدكتورة صباح النوايس. وتضمن الاحتفال عددا من المسرحيات الهادفة وإلقاء قصائد شعرية ووطنية. وقال رئيس مجلس التطوير التربوي لمنطقة الكرك أسامة المجالي إن هذه الفعاليات تشكل ميدانا لإبراز قدرات الطلاب في مجالات الخطابة والنثر والتمثيل المسرحي، ذلك أن الفعاليات بالكامل تقوم على الأنشطة الطلابية.